هاد لا كوليكسيون هادي حاولنا نديروها في مراكش لان مراكش كتعجبني بزاف ومدينه ساحره مدينه اللي سكنت فيها بون 10 سنين و سي المدينه اللي درنا فيها سيت كوم حي البيجا مؤخرا وخصنا نبقاو في لا ميم استوار لو ميم كونتكست وخصنا مره نبدلو ماسكو ما نبقاوش دائما في كازا دار بيضاء خصنا مره نمشيو يمكن نمشي لطنجه عندكم العواول ومن بعد نمشي عند الفواسا وكل مره حنا كنبدلو هادي كوليكسيون اللي حاولت نبدل فيها من لي كاب يعني كنلقاو لا كاب ولكن تلقاو غير في الكتاف ولا في الجناب ما بغيتش ندير غير لا كاب بوحدها ولكن تنوعد المتتبعين ديالي لحد ديوي غادي نلقاو لا كاب ان شاء الله في ليفيغ ديال الرجال وديال النساء. صراحة الكوليكسيون زوينة بزاف هاد المرة خرجت بستيل جديد ماشي دي كاب مي بلوتو دخلات شوية في العباية في جلابة ايتو اللي كيعجبني في ليلى هو انها كل موسم كديرلنا كوليكسيون باش ما نساوش وباش نبقاو ديما متبعين الجديد ديالها فكنقولها الله يوفقك ان شاء الله في المسيره ديالك. انا جيت نحضر الديفيلي ديال ليلى الديوي اللي هي صديقه ديالي من لونغ دات كوليكسيون زوينه عجبني لي تروك ديالها عندها ليكسبيريونس تبارك الله لو شوا ديالها ولوغو ديالها زوين دونك جيت انا بور لا سيبورتي باسكو سي اون امي دو لونغ دات كما قلت وليلى جات عندنا لمراكش دونك خصني نرحب بها وانا مراكش. سي لا موندرو دي شوز ياك اقل حاجه نقدروا نديروا في حقها. كوليكسيون ديال ليلى الحديوي تبارك الله عليها كوليكسيون حلوه جميله كتشبه ليها تخي سامباتيك تشرفت بيان سور بالدعوه تاعتها صافي شهرين هذه كتعيط لي قالت لي ان شاء الله تكوني وتغني عندي سور سان تاكسي بغيتك ان شاء الله تطلعي تغني تاكسي معايا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.